الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي عناوينها: مواصفات الرئيس والنفايات على طاولة الحوار الوطني بغياب عون والكتائب. طال انتظار سلسلة رتب ورواتب. إضراب في المدارس والإدارات الرسمية والتنسيق تربط تصعيد التحرك باجتماع هيئة مكتب المجلس عصرا. إحباط محاولة تقدم جديدة لكتائب الأسد في اتجاه دارية ومقتل قائد كبير في الحرس الثوري في حلب. في النشرة تتابعون كذلك: في الاقتصاد، رغم الأزمة الاقتصادية، شركة عقارية تستمر بتطوير شقق سكنية. وفي الرياضة، بطولة الأندية العربية لكرة السلة تنطلق اليوم في دبي والمباريات مباشرة عبر تلفزيون المستقبل. انتهت منذ بعض الوقت جلسة الحوار الوطني في مجلس النواب بنسختها التاسعة، التي كان على جدول أعمالها استكمال البحث في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، بينما حضرت أزمة النفايات كبند ملح، وذلك بغياب النائب ميشيل عون الذي مثله النائب إبراهيم كنعان، وكذلك ممثل حزب الكتائب الذي يواصل تعليق مشاركته في الحوار. وقد أرجئت الجلسة إلى 17 من الجاري، بينما لم يتم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء. وعن المداولات وما رشح عنها تحدثنا مراسلتنا شهير دريس مباشرة من ساحة النجمة، مع شرعية شعبية، حيث يصرح الآن النائب إبراهيم كنعان: وهذا الأمر كمان تم إقراره، هذا التصحيح المفروض من 25 سنة لليوم المفروض أنه يتاخد فيه، من قر فيه على الطاولة بس لازم ننفذه. راسلتنا شهير دريس بعد سماع تصريح النائب إبراهيم كنعان الذي كان يمثل الجنرال ميشيل عون الذي كان غائبا اليوم، ويظهر في الصورة أيضا النائب طلال إرسلان، حيث أيضا يبحث ملف النفايات ومسألة مطمر الكوستا برافا، ويبدو أن وسائل الإعلام تتجه نحو إرسلان لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ما وصلت إليه المداولات والمشاورات في هذا الشأن، سيما وأن إرسلان كان يجتمع بالفعاليات في منطقة شويفات. وشهير، هل تسمعينني؟ شهير؟ إذن يبدو أن الزميلة شهير دريس تتابع تصريح النائب طلال إرسلان كما ذكرنا، ونحن سنكون معكم ومع هذا التصريح فور بدء النائب إرسلان كلامه. إذن كانت هذه الجلسة مشاهدينا كما هو معلن عنها هي لبحث مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، وكذلك لبحث مسألة النفايات. وكنا قد استمعنا، ها هي الزميلة شهير. شهير، هل تسمعينني؟ قرار رح اتشاور انا وياهم ونبلغ الليلي القرار النهائي بموضوع الكوستا برافا. اذا كما يذكر النائب من الامور طلال إرسلان واللي حكيناها على طول الحوار، انه يمكن اضبط حل بيكون لكل هذه الازمه، لانه بكل صراحه هنالك فقدان للثقه كتير كبيره بين المواطن والدوله نتيجه تراكمات لسنوات عديده، يمكن افضل خيار هو الترحيل. انت مقتنع بالنقطه اللي محددينها بمنطقتكم؟ وين؟ على نهر الغدير. انا مقتنع بما يقتنع فيه اهل شويفات. انت بدك تقنعهم؟ ولكن معالي الوزير يعني هن ناطرين جوابك. ننطر مختار لشويفات حتى لي يقرر اذا ما نحط زبلتنا ولا ما بنحط. مين قال؟ الوزير مش عارف. ايه؟ مش رح ننطر نحن مختار لشويفات حتى لي قلنا اذا فينا ولا لا، في نهايه ملف لازم تخلص. ياخذهم لعنده. الاشرفيه يعني ياخذهم لعنده. اذا كل هالقد اذا كل انا لحظه، أنا قيادي مؤتمن على مصير قرار أبناء الشويفات والمنطقة، ما حدا يتوقع مني فرض أي موضوع بهذا الأمر. أنا اليوم عندي اجتماع الساعة 5 على ضوء اجتماعي برد إذا سلبا أم إجابة. يلا يعطيكم العافية. يلا نعم، إذن كنا مشاهدين مع النائب طلال إرسلان والتصريح الخاص بمسألة النفايات وآخر ما وصلت إليه اللجنة. تفضلي شهير.
يبدو أن النائب طلال إرسلان لديه اجتماع الساعة الخامسة اليوم كما ذكر منذ لحظات، وسيكون على ضوء هذا الاجتماع القرار للنائب طلال إرسلان بخصوص موضوع النفايات، ويبدو أن هناك تعقيدات كبيرة في هذا الشأن، ولا أي طرف يقبل في أن تكون النفايات في أرضه. وكما سمعنا أيضا النائب الوزير ميشيل فرعون أكد أن منطقة الكارنتينا لا تحتمل أكثر، ويجب نقل النفايات وترحيلها، وبحث هذا الموضوع بشكل جدي عبر ترحيل هذا الموضوع لعدد من البلدان بعد أن يكون طرح طبعا هذا الموضوع من عدد من الدول قد وضع على الطاولة. لكن يبدو أنه تعثر الإمكانية التوصل إلى حل لعقد جلسة لمجلس الوزراء بخصوص موضوع النفايات. طبعا سنبقى معكم بأي جديد حول مجريات جلسة الحوار، وأيضا حول ما سيجري في هيئة مكتب المجلس التي ستعقد اجتماعها بعد قليل، وقد بدأ يعني أطراف هيئة مكتب المجلس يصلون إلى مجلس النواب من أجل عقد هذا الاجتماع. طبعا سنبقى في التفاصيل في هذه الأثناء، يعني خرج الجميع، وطبعا الرئيس ميقاتي قال أن الأمور معقدة، وكذلك طرح الرئيس النائب بطرس حرب والوزير بطرس حرب طرح يعني عدة أمور، لا سيما أن الأمور والخلافات لا تزال موجودة على الطاولة، لا سيما فيما يتعلق بمواصفات الرئيس وغيرها. نستمع إلى أبرز ما قاله الوزير بطرس حرب. الجلسة كانت هادئة وموضوعية، وبحثنا بما تبقى من الأمور اللي كانت تمت البحث فيها في الجلسات السابقة. طبعا ما قدرنا توصلنا بعد النتيجة النهائية، إنما أخذنا فتحة مجال للتفكير في كيفية مقاربة أو متابعة البحث. بالطبع القضايا معقدة ومرتبطة ببعضها، وبعده الجدل قائم انه على بكل طبعا لا في ملفات هي بعد ما بحثت، انه عم ببحث كيف آلية البحث بالموضوع. طب النفايات، موضوع النفايات بحثناه بالاخير اخر جبند، واخذ وقت طويل معنا، والحقيقة ترك هلا على اساس بنصير اتصالات ومسائل ايجاد مخارج. يعني ما في جلسة لمجلس وزراء معنا، خلينا ننتظر 24 ساعة وبعدين بيطلع. إذن أيضا الوزير ميشيل فرعون الذي خرج من الجلسة متجهما جدا، ويبدو أن النقاش كان حول موضوع النفايات حاميا جدا نظرا لردة فعله على الهواء، وكذلك عدم قبوله لأن تكون منطقة الكارنتينا تحتمل كل نفايات يعني بيروت خصوصا، وقد شدد على موضوع الترحيل. نستمع إلى بعض ما قاله في هذا الشأن. بأخطر تحرك دبلوماسي وأمني عسكري في سوريا، نحن مؤسساتنا بكوما، منه كوما سريري، هو كوما اصطناعي، لأنه مسؤول عنه الفرقاء اللبنانيين. واليوم هالكوما عم بيوصل لكل مؤسسات، تعطيل كل مؤسسات، حكومة، مجلس، رئاسة، وهيدي عم توصل لأزمة نفايات. نحن بدنا نقول على كل حال، وكان وقتا نقولها، منطقة الكارنتينا ما بقى فيها تحمل نفايات، نفايات بيروت ما بقى فيها تكون بمنطقة الكارنتينا. دعينا اليوم لترحيل النفايات، والسعر خلينا ندرسه ونشوف كيف بدنا نرحل النفايات، لأنه هالمنطقة ما بقى رح تحمل، ما رح تحمل أكيد للجلسة الجاية اللي هي ب 17 الشهر. وفي ملف النفايات، إذن قبل ساعات من الاجتماع المرتقب في شويفات عند 17 لاتخاذ موقف نهائي بشأن مطمر الكوستا برافا، أكدت مؤسسات المجتمع المدني في شويفات رفضها القاطع لإقامة المطمر ورفضها التفاوض حول هذا الشأن مع أي جهة حكومية كانت أو رسمية، محذرة من النتائج الصحية والبيئية لهكذا خطوة. وطلبت الهيئات الحكومة بالالتزام بالخطة التي أقرتها لجهة اعتماد معالجة النفايات وفق مبدأ الفرز. مطلبيا، نفذت هيئة التنسيق النقابية إضرابا في مختلف المدارس والجامعات والإدارات الرسمية، في حين تجمع عشرات الأساتذة وموظفو القطاع العام في ساحة رياض الصلح مطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. التقرير لربيع شنطف. قبل ساعات من اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المخصص لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما تحذيريا في ساحة رياض الصلح، طالبت فيه بإدراج سلسلة الرتب والرواتب كبند أساس على جدول الأعمال، على اعتبار أن السلسلة تأتي في إطار تشريع الضرورة. طال انتظار سلسلة رتب ورواتب
لا نريدها كما هي مطروحة، ولن نقبل بها قبل تعديلها ومن ثم إقرارها، وذلك حفاظا على المكتسبات التاريخية لكل الفئات الوظيفية والتي دفعنا دما وعرقا ثمن الحصول عليها. المتحدثون أعلنوا عن اجتماع سوف تعقده هيئة التنسيق النقابية بعد ظهر اليوم في مقرها لاتخاذ الموقف المناسب، وذلك على ضوء ما سيصدر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس. تجدر الإشارة لأن المدارس والجامعات والمعاهد والإدارات الرسمية قد أغلقت أبوابها، وذلك في مختلف المناطق اللبنانية، التزاما منها بالإضراب العام الذي دعت إليه هيئة التنسيق. سنوات مرت والمطلب واحد، إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهل ستقر السلسلة هذه السنة أم سيكون عنوان العام الدراسي الحالي مماطلة السلطة وإضراب الأساتذة؟ من ساحة رياض الصلح، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. فنادى وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد اجتماعه مع لجنة الطوارئ الوطنية المستحدثة لتقييم المخاطر الصحية لأزمة النفايات الضرر الناتج عن أزمة النفايات من تلوث للمياه والتربة والبحر وغيره، معلنا عن توصيات توصلت إليها اللجنة، منها على المدى القصير الأمد تحتاج إلى التطبيق الفوري، وأخرى بعيدة الأمد. منع حرق النفايات مطلقا. لما في ذلك من انبعاثات خطرة جدا على الصحة العامة وذات تأثير مباشر، اختناق حساسية أو غيرها، وغير مباشر يعني أمراض سرطان، قصور كلوي، قصور كبدي وغيرها من الأمراض. أنا في كتاب هلا بحكي عنه لوزارة الداخلية والبلديات بأنه تم منع كل البلديات من حرق النفايات، عدم رمي النفايات أو تجميعها على ضفاف الأنهر وإزالتها فورا من مكانها في حال وجودها في هذه الأماكن، عدم تجميع النفايات في الحفر والمنخفضات الطبيعية الوديان أو غيرها لأن ذلك يساهم بترسب المياه الملوثة في التربة بطريقة خطيرة، ضرورة مراقبة آلية التخلص من نفايات المستشفيات لأن خطرها أكبر من النفايات العادية. أنا اليوم وجهت كتاب إلى وزير الطاقة والمياه الأستاذ أرطير نظريان، نطلب فيه إعاز لمصالح المياه بالمحافظات، تكثيف أخذ العينات، عينات مياه الشرب من المناطق وفحصها دوريا للتأكد من عدم تلوثها والمحافظة على صحة الناس، وإفادة وزارة الصحة بنتائج العينات بشكل دوري. تودع بلدتا بقرزلة والشيخ محمد في عكار بعد قليل شهيديها الرقيب أول مارون الخوري والجندي ميشيل الرحباوي اللذين سقطا في حادثة المعاملتين أمس، وكانت بقرزلة قد استقبلت جثمان الخوري بالأرز والزغاريد. لك لبنان ما يبكي عليك يا بي، شو هالخسارة؟ لك أخ يا بي، ما حدا كان عرف لك على بيدك. بكت بلدة بقرزلة كثيرا ابنها مارون الخوري، انتظرت جثمانه، رقصت به، ضمته وودعته في عرس جديد لشهيد جديد. أخ يا بي. من مستشفى طرابلس الحكومي انطلق جثمان الشهيد خوري، حيث كانت له وقفات عدة على الطريق الممتد من مفرق بلدة برقايل إلى الحصنية وصولا إلى مدخل بلدته بقرزلة التي زينت شوارعها بالشرائط البيض وصور الشهيد. هنا احتشد الأهالي ناثرين الورود والأرز، وعلى وقع أصوات الرصاص والزغاريد سار النعش ملفوفا بالعلم اللبناني ومحمولا على الأكتاف نحو كنيسة القديسة مورا، محاطا بثلة من رفاق السلاح الذين أدوا له التحية العسكرية في حضور النائب نضال طعمي وفعاليات سياسية واجتماعية. علقت له الأوسمة وقيل فيه الكثير، وداخل الكنيسة لم تفارق العائلة نعش حبيبها، فقبل الفراق الأخير ساعات قليلة. على بعد مئات الأمتار من بقرزلة كانت بلدة الشيخ محمد تستقبل شهيدها الثاني الجندي ميشيل رحباوي الذي يصلى على جثمانه في كنيسة القديس جورجيوس. الحزن على سقوط رحباوي وخوري عبرت عنه المواقف التي صدرت عن البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي الذي أكد أن الجيش هو ضمانة بقاء الوطن، فيما اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه لولا أمثالهما لكنا نعيش في دوامة شبيهة بتلك الدائرة في بعض بلدان المنطقة. كما تقدمت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بالتعازي من الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا.
الرئيس سعد الحريري علق على حادثة المعاملتين أمس قائلا إن الخارجين على القانون يستقون بفوضى انتشار السلاح واستضعاف أدوات السلطة. أضاف أن الجيش والقوى الأمنية سيتصدون ببسالة لأوكار الفوضى والتخريب، ولهم منا كل التأييد والمساندة. صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني عين ألف لتورطه بأعمال إرهابية، بتحقيق معه اعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي وبتجنيده شبانا لبنانيين بهدف إرسالهم إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف التنظيم المذكور، وأنه كان بصدد السفر إلى العراق للغاية نفسها. كما اعترف أنه أقدم على تحضير وتجهيز 16 حزاما ناسفا بمواد شديدة الانفجار لصالح مجموعة الإرهابي أسامة منصور، إضافة إلى مشاركته في معارك طرابلس الأخيرة ضد الجيش اللبناني. بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص. أمنيا أيضا، أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان عصابة مؤلفة من 4 أشخاص في صيدا، هم اللبنانيون أحمد صوفان ومصطفى كلسينا وعامر ياسين ومصطفى العبدالله بتهمة تهريب أشخاص فلسطينيين وسوريين بطريقة غير شرعية إلى تركيا عن طريق الصرفان. بعد الفاصل تتابعه. القوات اليمنية تتقدم نحو الضالع وتترقب ساعة الصفر لدخول تعز. اشتدت حدة المعارك في الغوطة الشرقية وأكثر من 20 قتيلا لجيش النظام خلال المواجهات، في وقت أحبط الثوار محاولة كتائب الأسد اقتحام مدينة دارية. في غضون ذلك أعلنت وكالة فارس الإيرانية مقتل عقيد إيراني هو الثالث خلال هذا الشهر في معارك ضد المعارضة في حلب. حاولت كتائب الأسد بموازرة ميليشياتها اقتحام مدينة دارية من الجبهتين الغربية والشرقية، حيث دارت مواجهات وصفها ناشطون بالأعنف. وسقط عشرات القتلى والجرحى على الجبهة الغربية، وسارعت سيارات الإسعاف لانتشار الضحايا أيضا على الجبهة الشرقية. ومهدت كتائب الأسد بإلقاء المروحيات عشرات البراميل المتفجرة على الأحياء بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف جميع المحاور. وفي الوسط شهد ريف حمص معارك عنيفة بين كتائب الأسد مدعومة بالطيران الروسي وبين تنظيم داعش الذي يسعى إلى قطع إمدادات قوات النظام في حمص بالسيطرة على الكرة والبلدات الواقعة على الطريق الدولي، وآخرها كانت بلدة مهين. وأغار الطيران الروسي على مدينة القريتين الخاضعة لسيطرة التنظيم ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. وقالت وكالة أعماق التابعة لداعش إن الطيران الروسي شن 15 غارة على المدينة استهدفت 2 منها مركزا لتوزيع الخبز. ودارت اشتباكات عنيفة بين التنظيم وقوات النظام على أطراف بلدة البريج الواقعة على طريق أوتستاد حمص دمشق. هذا وكانت القلعة الأثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي والتي يسيطر عليها أيضا داعش تعرضت لثماني غارات روسية، إضافة لغارات استهدفت الأطراف الغربية من المدينة من دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. كما أغار الطيران الحربي الروسي على بلدة التمانعة في ريف إدلب. وفي العاصمة شهد حي جوبر مواجهات عنيفة في محاولة جديدة لقوات النظام التقدم. أما الريف الدمشقي فتعرض لقصف عشوائي أدى لسقوط المزيد من القتلى والجرحى خصوصا في دوما. شمالا استهدفت المعارضة تجمعات قوات الأسد بالرشاشات الثقيلة على جبهة الحميدي في ريف حلب الجنوبي. أما على صعيد التدخل الإيراني في سوريا، فأعلنت وكالة الأنباء شبه الرسمية الإيرانية فارس أن العقيد في الحرس الثوري الإيراني مصطفى عزة الله سليماني قتل خلال المعارك مع المعارضة في حلب، وهذا هو الضابط الكبير الثالث الذي يقتل في سوريا خلال أقل من شهر. ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي ممثل الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان ديمستورا غدا الأربعاء في موسكو للبحث في العملية السياسية في سوريا وبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التأكيد أنه لن يرسل قواته إلى جبهات القتال مع تنظيم داعش، وأن مهمة هذه القوات في سوريا تدريب المعارضة. فيما شكك الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري القائد العام لهذا الحرس في موقف موسكو تجاه مستقبل بشار الأسد، متهما روسيا بالبحث عن مصالحها في سوريا.
إخفاق اجتماع فيينا في وضع تصور واضح للحل في سوريا وفر فرصة للتصعيد العسكري الروسي الذي رد عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرة جديدة بأنه لن يرسل قواته إلى جبهات القتال مع تنظيم داعش. وأضاف أوباما في مقابلة مع برنامج NBC Nightly News أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا مهمتها فقط التدريب وتقديم المشورة لقوات المعارضة السورية. وفي لندن رأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أن على الحكومة تجنب توسيع حملتها الجوية لتشمل أهدافا لداعش في سوريا ما لم تتوصل إلى استراتيجية واضحة لدحر التنظيم الإسلامي المتشدد. وتعتبر هذه التوصية ضربة لرئيس الحكومة ديفيد كاميرون الذي أعرب عن نيته فعل المزيد للتصدي لداعش في سوريا ونيل موافقة مجلس العموم. وفيما اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لقاء فيينا خطوة جوهرية لحل الأزمة، جدد الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا دعوته إلى التوصل لوقف إطلاق النار بناء على نتائج اللقاء. أما على الضفة المقابلة فشكك القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري في موقف موسكو تجاه مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، متهما روسيا بالبحث عن مصالحها في سوريا. جعفري الذي كان يتحدث أمام طلاب جامعيين اعتبر أن روسيا التي جاءت أخيرا إلى سوريا للدعم العسكري بحثت عن مصالحها ولا يهمها بقاء الأسد كما تفعل إيران. هذا ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف قوله إن اجتماعا قد يعقد في موسكو الأسبوع المقبل بين وزراء في الحكومة السورية وممثلين من بعض المعارضة. تستكمل المقاومة الشعبية اليمنية بدعم من التحالف العربي استعداداتها العسكرية واللوجستية لمعركة الحسم، خصوصا مع اقتراب ساعة الصفر لتحرير مدينة تعز من قبضة المتمردين الحوثيين. مع اقتراب ساعة الصفر لتحرير مدينة تعز من قبضة المتمردين الحوثيين وحلفائهم واستكمال التحضيرات العسكرية واللوجستية لمعركة الحسم، تتواصل الهجمات البرية والضربات الجوية على مواقع الميليشيات التي تحاصر المدينة منذ 7 أشهر، وقتل وأصيب عشرات الانقلابيين خلال المواجهات والغارات التي استهدفت مواقعهم في محيط مدينة تعز وداخلها وخلال صد المقاومة الشعبية لهجوم شنه عناصر الحوثي على مواقعها في محيط منزل صالح في حي الجحملية، وهو أمر ردت عليه الميليشيات باستهداف الأحياء السكنية بشكل عشوائي وبقصف قرى جبل صبر المطل على تعز. بدوره قصف طيران التحالف العربي مواقع المتمردين في اللواء 35 وفي حذران، في وقت تحدثت معلومات عن إغلاق الميليشيات بشكل كامل المنفذ الوحيد إلى داخل مدينة تعز من الجهة الشرقية. وبمحافظة الضالع تمكنت المقاومة الشعبية من تكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال المعارك الدائرة في مدينة دمت ومحيطها، حيث دفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحاولة اقتحام المحافظة من جديد. في إب واصلت ميليشيات الحوثي قصفها العنيف لقرى في مديرية حزم العدين، في وقت تستمر فيه هجمات المقاومة الشعبية على مواقع الانقلابيين والموالين للمخلوع صالح في المنطقة. في التطورات الفلسطينية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل عدد من مدن الضفة الغربية، فيما صادق الكنيست بغالبية كبيرة للمرة الثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة. هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بدروس غرب رام الله وأمطرتها بقنابل الغاز وبالمياه العادمة بعد اقتحامها بشكل استفزازي، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق. وعلى الأثر اندلعت مواجهة عنيفة أطلقت في خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي. قوات الاحتلال عمدت إلى إغلاق المدخل الشمالي لقرية عين يبرود شرق مدينة رام الله ببوابة حديدية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين والذين اضطروا إلى سلوك طرق وعرة طويلة من أجل الوصول إلى أماكن أعمالهم. وفي مدينة جنين سمح الجيش الإسرائيلي للعمال والتجار فقط من عبور حاجز الجمل العسكري شرق المدينة، واستمر في إغلاقه أمام فلسطينيين 48 الراغبين في الدخول إلى جنين.
وفي إطار الممارسات التعسفية التي تنفذها قوات الاحتلال، داهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مقر إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل، وقامت بتفكيك أجهزة البث والصوت وتعطيل كاميرات المراقبة وإيقاف البث بشكل كامل وتدمير كافة محتويات الإذاعة. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإغلاق الإذاعة لمدة 6 أشهر وقرارا آخر بمنع الدخول إلى المبنى بشكل نهائي مهددة بهدمه. ووسط استمرار العنف الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية منذ بداية تشرين الأول الماضي إلى 74 شخصا إسرائيليا. صادق الكنيست بغالبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن العقوبة بناء على القانون الجديد هو السجن الفعلي، وأن من يثبت عليه النية بالرشق وإلحاق الأضرار يحكم عليه بالسجن الفعلي من 2 إلى 4 سنوات. كشفت التحقيقات حول حادث الطائرة الروسية المنكوبة مفاجآت جديدة، أبرزها ما تردد عن أن سبب السقوط حدوث خلل في داخلها ما أدى إلى شرخ في الجدار الأيمن من ناحية الذيل، غير أن كل هذه المعطيات ما تزال غير رسمية. كشفت التحقيقات بشأن حادثة سقوط طائرة الإيرباص 321 الروسية مفاجآت جديدة، فقد ذكرت مصادر مصرية أن الطائرة تعرضت في العام 2001 لحادث ضربة في الذيل إثر اصطدامه بأرض مدرج مطار القاهرة خلال عملية الهبوط، وهو ما يؤثر على سلامة الطائرة. كذلك كشف مصدر بشركة مصر للطيران بمطار شرم الشيخ أن الشركة التابعة لها الطائرة الروسية أنهت عقد الصيانة مع مصر للطيران منذ 3 أشهر، وبالتالي لم يتم فحص الطائرة قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ، لافتا إلى أنها كانت تعاني من أعطال سابقة، وهو ما يتنافى مع تأكيد الشركة المالكة أن الطائرة كانت في حالة تقنية ممتازة. تزامنا قالت مصادر من اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تفريغ الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة إن اللجنة توصلت إلى عدد من الحقائق غير نهائية، أهمها أولا عدم صدور استغاثات من الطائرة، ثانيا إن الاتصالات التي جرت بين قائد الطائرة ومسؤول غرفة مراقبة مطار شرم الشيخ كانت طبيعية ولا يوجد فيها ما يفيد أنه يتعرض لعطل أو حادث، ثالثا إن سبب سقوط الطائرة هو حدوث خلل بداخلها قبل سقوطها ما أدى إلى حدوث كسر بالجدار الأيمن من ناحية الذيل، الأمر الذي يتلاقى مع المعلومات بشأن تعرضها لحادث في العام 2001. أما على صعيد الضحايا فقد وصلت إلى مطار سان بطرسبرغ طائرة قادمة من القاهرة وهي تحمل على متنها أشلاء ضحايا الطائرة بعد ساعات على وصول جثامين أكثر من 130 شخصا. إلى ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منطقة سيناء تقع تحت السيطرة الكاملة لمصر، وأن مزاعم البعض بإسقاط داعش للطائرة الروسية محاولة للإساءة للأمن المصري والاستقرار. غيب الموت النائب العراقي أحمد الجلبي، أحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة لنظام الرئيس الراحل صدام حسين. أحمد الجلبي في سطور. توفي السياسي العراقي أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر وأحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة لنظام الرئيس الراحل صدام حسين إثر أزمة قلبية. ولد أحمد عبد الهادي الجلبي أبو هاشم في العام 1945 من أسرة ثرية عاشت في مدينة القاضمية في بغداد، وارتبطت بعلاقات قديمة بالملكية الهاشمية التي حكمت العراق بعد الحرب العالمية الأولى. غادر الجلبي في العام 1958 مع عائلته إلى الأردن، فأمضى شبابه متنقلا بين عمان ولندن وبيروت وواشنطن باستثناء فترة منتصف التسعينيات عندما سعى فيها لتنظيم عمل سياسي وعسكري في المناطق الكردية شمال العراق. يعرف الجلبي الذي تولى مناصب حكومية بأنه من الشخصيات التي أقنعت الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا لإسقاط الرئيس صدام حسين في العام 2003، كما كان في أحد الفترات أحد خيارات أمريكا لقيادة العراق بعد إسقاط نظام صدام. ساءت علاقة الجلبي بالولايات المتحدة بعد أشهر من دخول قواتها بسبب تزويد الولايات المتحدة بمعلومات غير دقيقة، كما اتهم أعضاء من حزبه أيضا بالتجسس لصالح إيران. وبلغت القطيعة بين الجلبي والأمريكيين أوجها عندما صدرت بحقه مذكرة اعتقال مع ابن أخيه سالم الجلبي عندما كانا خارج العراق.
سارة الجلبي بعد سقوط نظام صدام حسين عضوا في مجلس الحكم الانتقالي وتولى رئاسته الدورية ورفع شعار اجتثاث البعث، الحزب الذي كان يحكم العراق وكان مسؤولا عن تشكيل لجنة لهذا الغرض، كما شغل منصب عضو في مجلس الحكم السابق الذي أسسه الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول برايمر في العام 2004 بعد غزو البلاد. الجلبي كان يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي الحالي، وطرح اسمه العام الماضي كمرشح لرئاسة الوزراء قبيل اختيار حيدر العبادي للمنصب. بعد الفاصل تتابعون. جامعة رفيق الحريري تحتفل بيوم أمس. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها انتهاء جلسة الحوار الوطني وجلسة جديدة في 19 من الجاري ولا موعد لمجلس الوزراء، إضراب في المدارس والإدارات الرسمية والتنسيق تربط تصعيد التحرك باجتماع هيئة مكتب المجلس عصرا، إحباط محاولة تقدم جديدة لكتائب الأسد في اتجاه درية ومقتل قائد كبير في الحرس الثوري في حلب. احتفلت جامعة رفيق الحريري بيوم المؤسس، وذلك برعاية رئيسة الجامعة السيدة نازك رفيق الحريري التي استذكرت مراحل الرئيس الشهيد، وكانت كلمة أيضا للنائب مروان حميدي الذي أكد أن البلد بحاجة إلى إعادة تأسيس استنادا إلى الركائز التي وضعها الشهيد. بمناسبة مرور 16 عاما على تأسيس جامعة رفيق الحريري، احتفلت الجامعة إدارة وطلابا بذكرى المؤسس الذي بنى هذا الصرح الكبير. الاحتفال الذي نظم برعاية رئيسة الجامعة عقيلة الرئيس الشهيد السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بالسيدة هدى بهيج طبارة، حضره ممثل الرئيس سعد الحريري النائب محمد الحجار والنائب بهية الحريري. رفيق العمر والدرب، طويت من عمرك اليوم 71 عاما، نتذكر منها عمرا قضيته بيننا بالخير والعطاء وبتحقيق الإنجازات والنجاحات الاستثنائية، حتى صدق فيك الوصف رجل الظروف الاستثنائية. عمرت وعلمت، ساهمت في وقف حروب، شاركت بوضع اتفاقيات وتشريعات ودساتير، ضبطت المبادرات وابتكرت الحلول، قربت بين الشعوب والأوطان فكنت الأقرب إليهم، صنعت أيام سلام ومجد واستقرار وازدهار، وسوف يبقى التاريخ شاهدا على إنجازاتك الإنسانية والوطنية المشرقة. كما كانت كلمة للنائب مروان حميدي الذي رأى أن ثروة الرئيس الشهيد رفيق الحريري استثمرت بالعلم وليس بالمشاريع. رفيق الحريري لم يميز يوما بين منطقة ومنطقة وطائفة وطائفة ومذهب ومذهب وحي وحي في منح المنح الجامعية. يعني بتذكر وبتطلع اليوم بقول شو بيكون عم بيقول من علياه لما بيشوف انه المتاريس انتقلت للنفايات. انت يا شيخ رفيق كنت رفضت طالب من اسرار وفضلت طالب من الكفور، كنت قلت لجنطة ما بعطيكي وللنعمة بعطيكي، كنت قلت للكوستا برافا لا طولي بالك الابن ابن الضاحية ما له محل بمنحي. في يوم المؤسس أملنا الكبير الكبير فيكم في إعادة التأسيس، لأنه البلد في حاجة إلى إعادة تأسيس على الركائز اللي وضعها رفيق الحريري مش على نصف الركائز. وتخلل الحفل كلمة لقدام الخريجين من الجامعة ألقاها الدكتور عدنان يقظان الذي أكد أن جامعة رفيق الحريري لم تيأس بعد استشهاد المؤسس، لأنها تكمل مسيرة الرجل العظيم وتحقق أحلام أجيال آمنت بمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. عقدت المحكمة الخاصة بلبنان جلسة حولت بمعظمها إلى جلسة سرية، وتأتي الجلسة بعد موافقة غرفة الدرجة الأولى على طلب قدمه المحامون الذين يمثلون المتضررين ومحامي الادعاء في 21 من الشهر الماضي بعقد جلسة تمهيدية سرية.
كان من المقرر عقد هذه الجلسة الأسبوع المنصرم، لكن تعذر الأمر لأسباب لوجستية. وخلال هذه الجلسة تم الاستماع إلى آراء المحامين لمعرفة ما إذا كان هناك من حاجة لتعديل طبيعة الجلسة في مرحلة من المراحل وتحويلها من سرية إلى علنية. نفى مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ما تناولته بعض الصحف عن استدعاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعض المشايخ والأئمة لتوقيع تعهد بعدم التعاطي مع بعض الجهات الحزبية. هذا الخبر ليس صحيحا وتعوزه الدقة، والصحيح أن العلماء التابعين لدار الفتوى يجب عليهم دائما أن يكون ولاؤهم للمؤسسة، وهذا الولاء للمؤسسة يستدعي أن يكون عالم الدين على مسافة واحدة من الجميع، لأنه مشروع شخصية عامة، وبالتالي يجب أن تكون العلاقة متساوية مع جميع الفئات اللبنانية اليوم، خاصة في ظل الانقسام السياسي الذي نعيشه. غيب الموت صباح اليوم مدير عام جريدة المستقبل رفيق النقيب عن عمر ناهز 71 بعد صراع مع المرض. ويشيع جثمان الراحل بعد صلاة عصر غد الأربعاء من مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا، ويوارى في الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب، وتقبل التعازي قبل الدفن للنساء والرجال في دارة الفقيد في الهلالي طلعت المحافظ بناية المحافظ الطابق الرابع، وبعد الدفن وفي اليومين الثاني والثالث للرجال في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري من الساعة 3 بعد الظهر وحتى 8 مساء، وللنساء في دارة الفقيد، ويوم السبت المقبل في قاعة البيال في بيروت من 3 بعد الظهر وحتى 8 مساء. وقد نعت جريدة المستقبل مديرها العام وتقدمت من عائلته ومن أسرته الإعلامية الكبيرة المستقبل بأسمى آيات التعزية. أسرة تلفزيون المستقبل تتقدم بدورها بالتعازي من عائلة الفقيد وزملائه في جريدة المستقبل. بعد الفاصل. رغم الأزمة الاقتصادية شركات عقارية تستمر بتطوير شقق سكنية. ونواصل من الميدان مع النشرة الاقتصادية وأبرز أخبار الاقتصاد مع الزميل باسل الخطيب. يعطيك العافية بس. أهلا محمد. تفضل. شكرا. أهلا بكم. الجمود في الاقتصاد اللبناني لم يمنع شركات التطوير العقاري من الاستمرار وتأمين مزيد من الوحدات السكنية للشباب اللبناني. رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والجمود الحاصل في مختلف القطاعات، هناك شركات عقارية مستمرة بمشاريعها كشركة سيفكو التي يؤكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام فيها شاهية ريفانيون أن الجمود في السوق دفع سيفكو إلى التركيز على الشقق الصغيرة خصوصا التي يبحث عنها ذوي الدخل المحدود. نحن هلأ مركزين لسوق الشبابية، يعني الشقق بين 100,000 و200,000 دولار، وأكيد في تسهيلات بالدفع، فهالشي خلتنا نحقق هالأرقام القياسية. وبما أن الأراضي في بيروت أصبحت باهظة الثمن ولا يمكن بناء أبنية ذات شقق مقبولة السعر فيها، فإن سيفكو تسعى لتأمين شقق تتراوح أسعارها بين 100 و200 ألف دولار أمريكي. فاليوم نحن عم نركز بمنطقة المتن، بمنطقة كسروان، بمنطقة جبال، وهون عم نقدر نخلق شقق إذا بدك ابتداء 100,000 دولار ل200,000 دولار. معظم زبايننا أكيد لبنانية ومعظمهم أعمارهم بين 25 ل 40، فاليوم نحن 80% من هالشباب عم ياخدوا القروض من الإسكان أو من البنوكة. فهون دائما نحن بنحيي تحيه يعني كبيره للحاكم مصرف لبنان، لانه بالاستراتيجي تبعه نحن عم نقدر نحقق هالمبيعات. يذكر ان سيفكو قامت بتطوير 25 مشروع عقاري وسكني في السنوات الخمس الاخيره. بس اكيد يعني نحن المشاهدين اللي ما بيعرفونا، نحن شركه بنسوق، نعمل كل شيء يعني من الكونسبت، من الاركيتكتشر، اليوم من التصميم، يعني منسوي، بنعمل الدعايات، منبيع، يعني كأنه مشروعنا، بس نحن عم نطور مشروع لحد لرؤوس أموال. إذا بدك يعني حضرتك عندك أرض تجي عنا، نعمل كل شيء من ألف لزاد وبناخد أكيد أتعابنا، فقدرنا نحقق هالأرقام لأنه مش نحن اللي عم نمولها. وحسب يريفانيون فإن سيفكو خلقت نظام عمل جديد يمكنها من بيع 5,000 وحدة سكنية في السنة بدلا من بيعها في 5 سنوات.
بدء العمل ببناء مشروع هاي بارك في بيت ماري، تقرير وتفاصيل. كشفت شركة فيجن 3970 بالتعاون مع شركة ريد برو للتسويق العقاري عن بدء العمل بمشروع هاي بارك في منطقة بيت ماري، وذلك خلال حفل كبير أقيم في موقع المشروع شارك فيه عدد من الشخصيات وحشد من الإعلاميين. وبعد ترحيب المديرة التنفيذية لشركة ريد برو زينب جعفر بالحضور، كانت هناك كلمة لرئيس مجلس إدارة المجموعة علي عبد اللطيف، وهو يرأس المجموعة التي تضم شركة فيجن 3970 مالكة مشروع هاي بارك، وشركة ستاتومان للتعهدات الذراع المنفذة لمشاريع المجموعة، وريد برو الذراع التسويقية الحصرية للمجموعة. وقال عبد اللطيف إن لبنان شهد في فترة سابقة فورة عقارية جعلت البعض يظن أن العمل العقاري أسهل مما يبدو عليه في الواقع، مشيرا إلى أن هذا الحقل يحمل في طياته كما من الصعوبات والكثير من الرسائل. ويوفر المشروع مروحة واسعة من الخدمات ووسائل الراحة تتمثل بإدارة كاملة للمجمع تضمن للقاطنين تجربة سكنية تجمع بين الرفاهية والأمان. هذا ويضم المجمع شققا فاخرة تتراوح مساحتها بين 71 و 378 متر مربع، ومسابح ومنشآت رياضية وملاعب مقفلة، إضافة إلى منتزه وحدائق مشتركة يعيد تجسيد المحيط القروي الجميل في موقع استراتيجي لا يبعد عن وسط المدينة إلا دقائق. يذكر أن كريدت بانك يوفر فرصة فريدة للاستفادة من تسهيلات بالدفع وفوائد استثنائية مخفضة. هذا كل شيء في الاقتصاد، شكرا للمتابعة. ونبقى مع النشرة الرياضية بعد الفاصل، وفيها مواجهات نارية تشهدها اليوم وغدا الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. ونواصل من الميدان مع النشرة الرياضية مع الزميلة هبة زيدان، يعطيك العافية. يعطيك العافية محمد، تفضلي. شكرا، مساء الخير. بتنطلق اليوم بطولة الأندية العربية لكرة السلة بدبي يلي رح تستمر حتى 14 الشهر الحالي بمشاركة 14 فريق عربي، وكانت قد وصلت امبارح بعثة النادي الرياضي إلى دبي، كما كانت قد أوقعت القرعة النادي الأصفر والمجموعة الأقوى والأصعب إلى جانب النجم الساحلي التونسي وسبورتينغ المصري وريان القطري حامل اللقب. بحب شير إلى أنه مباريات الرياضي بالدور الأول رح تبدأ يوم الخميس، حيث رح يلعب النادي الأصفر مع سبورتينغ المصري الساعة 6 مساء مباشرة عبر شاشة تلفزيون مستقبل، وطبعا كل المباريات رح تتابعوها ابتداء من اليوم، كل يوم مباراتين الساعة 4 والساعة 6 مساء أيضا مباشرة عبر المستقبل. إلى أخبار كرة القدم وأهم مباريات الجولة الرابعة اليوم وبكرة من الشامبيونز ليج، من تبع سوا بالتقرير التالي. 9 فرق: برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، وزنت سان بيترسبورغ، مانشستر سيتي نتأكد صعودها لدور 16 قبل جولتين على النهائي. وبيقدر فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان أن يحصلوا على بطاقة العبور لدور التالي، وقد بيتقاسم الثنائي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفوزين فضلا عن التعادل السلبي الأخير بين الفريقين. وتعتبر مهمة فريق برشلونة الأسهل، وقد بيستضيف على ملعبه الفريق البيلاروسي باتي بوريسوف من جديد من بعد ما انتهت مباراة الذهاب 2-0 خارج أرضهم. وتعتبر النقاط الثلاثة لأبناء المدرب لويس انريكي بمثابة بطاقة العبور لدور التالي وتأكيد صدارته للمجموعة الخامسة، بالوقت يلي رح تقضي فيه الهزيمة على أمال الفريق البيلاروسي بالفوز بالمركز الثاني يلي عم يتنافس عليه أيضا باير ليفركوزن وروما الإيطالي. وبحل مانشستر سيتي ضيف على إشبيليا الإسباني ومعه 6 نقاط بعد فوزه الصعب بالجولة الماضية، وبيأمل فريق تشيلي مانويل بيليغريني أن يحصل على نقاط المباراة الثلاثة ليحصل على بطاقة العبور للدور التالي بانتظار مواجهة الجولة الخامسة قدام جوفنتوس لحسم صدارة المجموعة. بالمباراة الأخرى بيخرج البيانكونيري لمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ من أجل حسم تأهله من بعد ما توقف مسلسل انتصاراته بمباراة الجولة الماضية بالتعادل سلبا بعقر داره بمدينة تورينو. وبالمجموعة السابعة بيأمل فريق تشيلسي الإنجليزي الخروج من كبوته المحلية على حساب دينامو كييف الأوكراني بمباراة ما بتقبل المزح على 2 للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو، وبيحتل بلوز المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة خلف الفريق الأوكراني، حيث تمثل المباراة طوء النجاة للفريق الإنجليزي يلي رح يكون خارج البطولة بحال خسارته. وبأبرز مباراة المجموعة الخامسة الأرسنال على ملعب الأليانز أرينا رح يواجه الفريق البافاري المرعب بايرن ميونخ من بعد ما أحيا أميله بالمنافسة بفوزه بالمباراة الذهاب بنتيجة 2-0. بالمقابل بيحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط إلى جانب أولمبياكوس يلي معه نفس الرصيد. وبيأمل الممثل الآخر للفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد أن يفوز صدارة المجموعة، وقت بيستضيف
التحديث سياسكا موسكو الروسي بانتظار أي أخبار من ملعب فريق إيندهوفن يلي بيستضيف فولسبورغ الألماني، وبيحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفرق 3 نقاط خلف المتصدر فولسبورغ. شي مرة شفتوا حكم مباراة عم بيحتفل بأهداف الفريق بدل ما يكون عم بيحكم؟ منتابع سوا. لهم نكون وصلنا لختام نشرتنا الرياضية. ابتداء فإذا من اليوم الساعة 4 رح تبدأ مباريات بطولة الأندية العربية لكرة السلة مباشرة عبر تلفزيون مستقبل. إلى اللقاء. في ختام من الميدان يبقى التذكير بأبرز عناوين: انتهاء جلسة الحوار الوطني، جلسة جديدة في 19 من الجاري ولا موعد لمجلس الوزراء. طال انتظار سلسلة رتب ورواتب. إضراب في المدارس والإدارات الرسمية والتنسيق تربط تصعيد التحرك باجتماع هيئة مكتب المجلس عصرا. إحباط محاولة تقدم جديدة لكتائب الأسد في اتجاه درية، مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في حلب. كان في الاقتصاد، رغم الأزمة الاقتصادية شركات عقارية تستمر بتطوير شقق سكنية. وفي الرياضة، بطولة الأندية العربية لكرة السلة تنطلق اليوم في دبي والمباريات مباشرة عبر تلفزيون المستقبل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.